ما شروط صلاة الاستخارة؟ ما في شروط، شروطها هو شيء الوضوء، الطهارة، وستر العورة، اللي هو شروط الصلاة. شروط الصلاة: استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، اجتناب النجاسة، نجاسة المكان، نجاسة الملبس، نجاسة البدن. طيب، ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين، هذه صلاة الاستخارة. وبعد ما ينتهي من الصلاة أو في آخرها قبل أن يسلم، وبعد أن يقرأ التشهد قبل أن يسلم، يقول الدعاء، دعاء الاستخارة. وإن قاله بعد أن يسلم لا يضر إن شاء الله تعالى. أما لكن الظاهر الله العام إنه يقوله قبل أن يسلم.